في ذات السياق دعم والي ولاية سطيف كمال عبلة إدارة متصدر بطولة المحترف الأول بشيك قيمته 2 مليار سنتيم بغية مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها الوفاق حاليا. وللإشارة جاء هذا الدعم المقدم من الولاية في الوقت المناسب لتشكيلة النصر الصيفي الطامحة لمواصلة التحليق عاليا في سماء البطولة الوطنية وكذا المنافسة الإفريقية بالنظر للديون الضخمة التي لا تزال تثقل كاهل الإدارة. التصريحات رصدها عبد الحميد لعيل. والحمد لله اليوم نقدم وفقنا ربي باش نقدم لهم يعني نقول سيمبوليك 20 مليون دينار وان شاء الله في المستقبل نزيد نعاونوهم ان شاء الله كما طلبنا من مصالح البلديه ثاني باش تزيد ترافقهم ماليا ثاني باش نحل علينا الخنقه الماليه هذه. الولي الى في ساكريفيس بور دوني ان بوفي دوكسيجين مازلنا تاكلين على ربي وعلى روحنا ثم ننتظر إلا المرافقة من السلطات.